ولحلقة جميلة مات يا عاصم ذاك اليوم، لعلها تنزل كذلك في هاشتاج، وتدعونا للراحل نجيب الزامل رحمه الله رحمة واسعة. كان يقول أنه بعض الناس كلمة أنه إذا جاءت الفرصة لا تعود، لا، قال الحياة كالنهر الجاري، أنه تظن أنه فاتك شيء، لا، القادم أكثر، القادم وانت تتفرج على النهر، هنا فرصة عدت لكن القادم أكثر، هنا خيرات. حتى البحر مرات في صدفة ما وصلت إليها، في كنز ما جئته، لكن البحر مليء بالكنوز. فيقول كذلك الحياة يعني مليئة بالفرص. يجيب ناس، يجيب كلمة فاتك القطار يفشل فيه امرأة لم تتزوج، زيد حتى مثلا كلمة الزواج، الزواج جزء من الحياة وليس كل الحياة. صحيح. يعني النجاحات نجاحهم في التعليم، ناجح في التعليم، نجاحهم في التجارة، نجاحهم في الحياة الشخصية، نجاح على المستوى النفسي والذهني والذكاء. المشكلة تدري وين؟ حددوا عمر للزواج، يعني مثلا إذا ما تزوجت تحت 20 أو بعد 20 سنة سنتين قالوا فاتك القطار. هنا من جنايات الأمثال. إيه يعني تدخل في دوامة عجيبة غريبة ونفسيا تلعبها لعب. وغير كذا يعني تتخيل أنه من يوم تصل 20 هم عايشين في قلق. أي. ليش؟ يبي يفوتها القطار يا رجل، مو على كيفك. وغير كذا تلقاها تخطب 25 والرجل غير مناسب، ولكن يقولون خذيه لا يفوتك القطار. أيوة. يا ناس. جاء في مثل يعدل هذا، يقولوا لئن يفوتك القطار خير من أن يدهسك القطار. ويعجبني المثل الروسي يقول أنك إذا ركبت في القطار الخطأ انزل في أول محطة لترجع إلى المكان الصح، لأنه كلما طالت المسافة زادت إيش؟ زادت القيمة، زاد سعر الرجوع. فدائما الإنسان تمشي لقيت الخطأ ارجع حتى لا تطول عليك المسافة. في عام 1423 قبل 20 سنة مسكت زاوية 5 دقائق تخليك رايق، اللي هي الزاوية الفكاهية الترويحية. 5 دقائق خليك رايق. أي نعم، هذه زاوية كانت في مجلة شباب، ومجلة شهرية كانت تصدر في ذلك الوقت. اللي بصل إليه أنه إيش؟ كان في بعض الأمثال المتعرف عليها كثير عندنا، فعدلت من ضمن الأشياء الموجودة. مثال يقول كالكلام نوعان، كلام فاضي وكلام مليان كلام فاضي. جميل. طيب هي هي تدري وش مثله؟ هذه مثلات مثل اللعب حق البالونة. الدهر يومان، متعرف عليها، دهر يوم، يوم لك ويوم عليك. أنا غيرت قلت الدهر يومان، يوم لك 3 أيام عليك. جيد، لأن خاصة بالشباب، أنا أتكلم مع إيش، مع فئة الشباب. ونزلتها ذاك الوقت في على شكل ورطة وجلسة ومتخرمات وشغلات معينة في نفس المجلة. طبعا المجلة موجودة في موقعي إلى الآن، ما زال موقعي الشخصي إلى الآن. كنت أصمم العدد وأرسله المجلة الشباب، ثم ينزلونه بنفس التصميم اللي أرسله. في بعض الأمثال الموجودة يقولك ليس كل بيضاء لكسس، وليس كل سوداء ترسل. طبعا السيارة كانت موجودة قديما. المقصد انه ايش؟ غير المفاهيم. زي الان يقولك مد رجيك على قدر الحافك، لا، اشتر الحاف على قدر رجيك. صح، يعني خلي طموحك عالي. يا سلام عليك بقى. ان لم تطلق الفرص بابك ابني لها بابا وافتحه بنفسك. اي، في كثير من الناس يبدا ايش يرد من الامثال القديمه. طبعا الامثال هي عباره عن خبرات تراكميه لاجدادنا وما قبلهم، اختصرت معاني كثيره جدا في كلمات قصيره، وكانت في وقتها جميله جدا. هي في امثال، حتى اني سويتها شريط كاسيت عام 1426 27 تقريبا، سميتها الامثال الشعبيه او يقول المثل، ونزلت فيها قصائد وقصص الامثال الشعبيه. جميل. فالمقصد انه ايش؟ انا اهتم بالموروث لكنه ما يملكني في كل شيء من الحياه. نعم، يعني ما وافق ولا يجعلك متشائم. يعني في بعض الامثال اللي تجعلك متشائم، هذه لا، تبتعد عنها. صحيح. ويفترض انه يكون منهاجك في الحياه هو قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لانه الله عز وجل هو اللي خلقك، وهو اللي يعرف كيف. صحيح. تسير في هذه الحياه السير الصحيح، لذلك ينبغي ان يكون هو منهاجك وليس الامثال. يعني تخيل، تفضل. في اول يوم العيد، اي، تدور في اي منصه من المنصات، سناب شات او غيره، الكل حاط صوره حزينه وفقد، والفقد فقد، اما ابوه اما اخوه انه مو معاه بالعيد او كذا. يا رجل عيش الفرحه، عيش الوناس اللي موجود. لا، احنا ناس نحب نعيش الحزن، ما ادري ليش. اي يعني تخيل، حط قاعده في راسه انه
الأشياء هذه أنه العيد لازم أفرح أنا مع اللي راحوا. طيب الناس اللي موجودة ما لهم حق عليك، نفسك ما لها حق عليك. صحيح. لا حط لك والله العظيم بدون مبالغة يا جماعة، خدت لي حول ربع ساعة وأنا أمشي كل مقطع ورا الثاني كله حزين. أو بيات شعر يجيك واحد معناها لازم تغير للتفهم آهات وحاط ليش يا أخي ليش. صحيح. مصيبة مصيبة مصيبة. مثل ما قلت تغيير الأمثال ضروري. وش المثل اللي يقول لك زوجوه عقل إيه؟ لكيف أبوكي إيه؟ وشو بنت الناس لعبة إيه والله خلها تزوج إيه وراح يبي عقلون وتدبر دنياهم تمشي ثالث أسبوع مطلق هم الله يعين بس يرزقه الله. طيب وهذا ما عقل ذا طيب إن شاء الله صحيح. صحيح. فهو إذا نجعل إحنا القاعدة أنه بعض وهي كل الأمثال ليست آية ولا حديثا، فما وافق الكتاب والسنة. صحيح. وكان يعني يصلح للحياة ومليء بمعاني الفأل والخير نشر في الناس، وما كان عدا ذلك ففي الأخير عندك القاعدة هو ليس آية ولا حديثا. لذلك كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل في القرآن والسنة يبكي على نفسه. ليش؟ لأن الله عز وجل قال وما يعقلها يعني الأمثال إلا العالمون. يقول مدام أني لم أعقلها فأنا لست بها عالما. فكانوا ينظرون يعني قضية كذلك فهم المثل ترى يدل على عقل الإنسان وعلى علمه، لأنه المثل اللي يختصر عليك الحياة. لكن ليست كل الأمثال، لأنه بعض الأمثال قالها بشر قالها في زمانه. يعني مرة كان واحد من رجال الأعمال يقول كنا جالسين ورجل كريم بابه مفتوح يعني كرم طول الوقت، فقال واحد ترى الشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر الجود الكرم والإقدام قتالوا. قال له في هذه ما صدق الشاعر، الجود يزيد المال الجود ما يفقر. شوف هو نظر لها كذا. قال له لا الشاعر في ذي ما قال الصح. الجود لا يفقر بل أنا يعني قالوا مما عرفته من نفسي كل ما فتحت الخير للناس كل ما أعطاني ربي وأرضاه. لأن منهجه ليس منهج المثل. نعم ليس منهج الله عز وجل اللي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة, أيا كانت الصدقة. نعم حتى صدق. إطعام الطعام صدق على طاري إكرام الضيف. على طاري الشعراء أحد الشعراء الكبار يعني عرف عنه أنه ما يكتب القصائد يلقيهم في مكان والناس تتناقل عنه يعني. فأخذوا لقاء مع أحد الشعراء قال الشاعر فلان اللي هو شاعر كبير هذا عنده أبيات مكسورة. استغربوا الكل اللي موجودين فرد واحد قال لا ما كانت أبياته المكسورة، الناقل كان كاسر الأبيات. لأنه هو ما كتب القصيدة، لو كتب القصيدة ما راح تلقى للشاعر هذا أبيات مكسورة. هو الشاعر معروف يعني معروف بدون ذكر اسماء يعني عشان ما توصل القصة لعبد العبود، لأن أنا سمعته بمجلس يعني ما طلعت على طاري.